السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، أتذكر في أيام الدراسة كان في سيناريوهات أحيانا أو حاجات الدكاترة بتعملها أحيانا مضحكة، أو يمكن في وقتها كانت تضحكنا شوية، ولكن حسيت بعد سنين وأحيانا بعد أشهر ان الدكتور ده عادي جدا. بالذات انت لو كنت دخلت الجامعة، يعني مثلا الناس اللي دخلت تدرس وهي مع فوق العشرين، فوق سن العشرين، بيدرك حاجات احيانا، مش كل الحالات يعني، بيدرك احيانا وجهة نظر في دكتور او في المدرس ما بيدركهاش الشخص اللي هو داخل الجامعة وعنده 16 17 سنة. يعني انا لما دخلت عندي 16 سنة واشهر، فدخل الموضوع يعني شوية سبور بقى، يعني مش الجدية لسه مش معايا قوي، بينما غيري لا، كان مرعوب جدا. فغيري ده كان عنده 20 سنة 21 سنة، ليهم وجهة نظر، ليهم أحيانا حاجات أفهم مني وأعلى مني. ما علينا، هديكم مثال على طول. بس ده كنت أنا كبير يعني ساعتها بقى، خلاص ما كانش هو المؤهل الأول أو الجامعة الأولى ليا. في أحد الدول مش في مصر يعني، كنت في الجامعة، كان الدكتورة، احنا كنا عاملين زي اورجانيزيشن كده في الجامعه. الاورجانيزيشن دي بتنظم ايفنتات، او بنعمل ايفنت كده، بنستضيف حد مثلا عامل في المجال، حد في المجال مثلا الصحفي، حد في المجال الاعلامي، حاجات كده يعني، او حد شغال في التلفزيون، مصور، محرر، حد كده، ويقول لنا خبرته او يعلمنا شيئا ما. فكان يعني انا والتيم اللي معايا اللي احنا هنعمل الايفنت اللي جاي، كنت انا اقل واحد فيهم يعني ايه في المجهود، لان كان عندي امتحانات وشغل ويعني وقتي قليل. فاقترحت عليهم الاقتراح فقط وهما نفذوا الباقي. الاقتراح ايه؟ ان احنا نجيب 4، بالاتفاق طبعا مع الدكتورة بتاعتنا اللي هي المنظمة للايفنت، وهيتعرض بقى امام الطلبة ودكاترة الاخرين. فعملنا ايه؟ جبنا 4، وانا طبعا عشان مهندس فقلت لهم عايز 4 مهندسين، انا هتفق مع الاربعه كلهم وانتوا بقى نظموا هم هيقولوا ايه او يقولوا ازاي. الاربعه دول 2 فشلة واتنين اتخرجوا من هندسه بس مش شغالين بالهندسه. وقدره الطالب بقى احنا، ان احنا ازاي نطلع منه معلومه بشكل مفيد للطلبه، او ان ده شغلك بقى ايه المجتمع. يعني انت في ناس كتير يقول لك الصحفي ناقل للمعلومه فقط، وواحد يقول لك الصحفي صاحب رساله فقط. لكن في وجهة نظر برضو اتدرست لنا، ان الصحفي ممكن يكون مش بس صاحب وجه، يعني مش بينقل وجهة نظر او بينقل خبر، لا، او صاحب رسالة، لا، ده الصحفي ازاي يطلع، يعني زي المخرج ازاي يطلع معلومة في قالب مقبول للمشاهد، يعني زي بقولك زي المخرج. فانا زمان خدت دبلومة اخراج كده ملهاش اي لازمه، ولكن عرفتني شويه حاجات، لان اولا انا ما كنتش متفرغ طول الوقت علشان احضر، يعني الموضوع كله كان مساله فلوس وتظبيط من الاخر. ولكن استفدت حاجات كتير في الاخراج، ان انت ازاي يبقى عندك حد في الفور جراوند والباك جراوند، وتاثير ده ايه، وممكن الاثنين في الفور جراوند بس مين اللي هيبقى عليه الفوكس اكتر، مش عشان الكاميرا مركزة على ده يبقى لا، انت ممكن يبقى حد مش موجود في الكادر اصلا ويبقى التركيز الاعلامي بتاعك كله عليه. زي ما حد مثلا يقول لك انا بكره فلان ويقعد 3 ساعات ما يتكلمش الا عليه، فمعناها ان الفوكس على مين كاخراجيا؟ على فلان اللي مش حاضر معانا، مش على الشخص اللي بيتكلم. ما علينا، جبنا ال4 مهندسين واتكلموا. الاتنين الفشلة او اللي هم كده، يقول لك ان احنا فشلنا ان احنا نجد، ان احنا يعني نجد حاجه قد طموحاتنا، اما اتخرجنا اشتغلنا في كذا لقينا يعني من الاخر الهندسه ما كانتش، يبدو ان هي مش الخيار الافضل. دي الرساله اللي كنا عايزين نقولها، انك خريج مش بس هندسه، اي مجال ممكن ما يكونش هو الخيار الافضل ليك، وان هم شايفين نفسهم في حاجات تانية. هم فشلوا بس في الهندسه، انا جبت 2 اعرفهم انا شخصيا يعني شغالين في حاجه تانية، ولكن برضو مش قوي يعني، فاللي هم فشلوا في مجال الهندسه. وفي 2 تانيين ناجحين في مؤسسه هندسيه او فيها مجال الهندسه،
ولكن شغالين في قسم تاني خالص، او اللي خدمهم في شغلهم حاجة تانية غير الهندسة. واحد مثلا قال انا درست اثناء الهندسة، كان في كورسات إلكتيف بتدرس لنا حاجات عن البيولوجي وعن وعن علم النباتات وحاجات كده، وقال ايه المؤسسة اللي انا شغال فيها؟ المفروض ان انا رايح اشتغل في الاندستريال انجينيرينج، اندستريال مهندسي ده في تركيا بقى، خلاص عرفته. المهم، ولكن بعد فترة قال انا لقيت نفسي في البرودكشن نفسه، في التحاليل احسن، لان انا دارس، انا درست بيولوجي وعلم نبات في مواد الكتف. طبعا الناس تستغرب ازاي دي علاقتها بدي، في مواد الكتف كده، زي ما انت مثلا كان في ناس بتدرس قانون تجاري، وفي ناس بتدرس حضارة إسلامية كمواد إلكتف في كلية الهندسة، وهم قسم كهرباء. الحاجات دي يعني مع بعض تدخلها ده حاجة كويسة يعني. المهم، سيبنا من النقطة دي. المهم، في نهاية الإيفنت الدكتورة طلبت مننا ان احنا نعمل ايفنت معاهم تاني، فطبعا الاربعة قالوا لا مش هنقدر لان احنا مرتبطين بشغل وجايين النهاردة بصعوبة. بديكم المثال ده ليه؟ ان ممكن المدرس او الدكتور او كده يكون بارع زيادة عن اللزوم او فوق مستوى قدراتك. انت شايف مثلا حاجة كده بيقول كلامه وبيكرره، لكن ممكن عنده عمق علمي اكتشف الموضوع ده. انت كطالب في روسيا، في انت عارف كم دكتور من روسيا سواء منفرد او بالاشتراك، غالبا بيكون بالاشتراك مش منفرد يعني، واخد جائزة نوبل. في يعني اي نعم ناس معظمهم مش معاصرين، بس ناس مش بعيد قوي عننا يعني، حد مثلا التسعينات ولا حاجة ولا الثمانينات كان في ناس بتاخد نوبل حسب علمي يعني، وفي ناس اقولهم لك بالاسم يعني، ناس لستة كده، وانا عامل ان شاء الله سلسلة تبتدوا تشوفوها في الفترة الجاية عن بعض الناس دول. فالدكتور ممكن يكون عنده ابحاث وشغل كتير جدا او وجهة نظر عالية جدا اتعلمها منه لو سمحت. الناس اللي هي بتتعامل مع طلبة كتير دي خبرتها متراكمة، حتى لو انت شايفه سوري في الكلمة قلة ما بيفهمش حاجة في اي حاجة، ولكن خبراته على عيني وعلى راسي. لو ما لقيتوش بارع في المادة اللي بيدرسها ممكن يكون بارع في حتة تانية، لان هو ممكن يكون زي المهندسين اللي احنا جبناهم دول ما بيشتغلش في مجاله، بس لو اشتغل في الحتة اللي هو بتاعته، او ممكن ما بيدرسش المادة اللي هي هو بارع فيها، ما هو ممكن هو بارع في حاجة تانية بس هو القوة العاملة جابته هنا يعني. المهم، فهو حاول تاخد منه المعلومة العالية اللي عنده، دردش معاها او معاه الدكتور اللي بيدرس لك او المدرس، لانه ممكن بقول لك الخبرة التراكمية اللي عنده من احتكاك بطلبة كتير وناس بتعمل ماجستير وناس بتعمل ابحاث، هو عارف حاجات كتير وشاف حاجات كتير. اتكلم معاه في اي موضوع من اللي هو بيدرسه واللي بغير بيدرسه، هتلاقي عنده علم غزير. انهل منه لو سمحت. هديكم مثال برضو، ايه كنت في الجامعة، بس جامعة بقى تالتة خالص، درست او كان بيدرس لنا في لغة اوزبكية وكان في لغة اذربيجانية وكان في لغة الاردو وكان في فارسي، ويعني كان كتير. فالمهم الدكتور اللي هو كان بتاع اللغة الأوزبكية كان في كلمات لقيتها روسي، فأنا عارف روسي بقى ساعتها، فبقول له، فبيقول ماشينا ماشينا، دي واخدينها من الروسي. ايه ده، هو كلمة عربة مش موجودة في اللغة الأوزبكية؟ قال لي كان زمان يعني، اللي هي بقى بس يقول لك، اللي يقول لك عربة ده عربة كرو، لكن العربية عربية ماشينا، يقول لك طريق خيابان يعني، كان يعني خليط ما بقى، ما خيابان دي برضو ايه متاخدة من الفارسي. فاللي هو الدنيا مفوتة على بعض، بقول له ايه كلمة من الروسي وكلمة من الفارسي وكلمة من العربي، اللغة الأوزبكية فين؟ بيقول لي لا لا موجودة وبتاع ده، وجاب لي بقى كتاب كده ايه لأصل اللغة، وفي كتاب اسمه مشهور طبعا لشعوب التركستان اللي هو ديفان دي اسمه ايه ده؟ نسيت اسمه ايه؟ لغات الترك لمحمود كاشغرلي. محمود كشغرلي ده، او في قول اخر قشغرلي، وقشغرلي المفروض ان هي غلط لان هو الاسم الصحيح كاشجار اللي هو نسبة الى مدينة كاشجار. ديوان لغات الترك، ديوان، ديوان لغات الترك، كتاب اسمه كده، كتاب مشهور وترجم للغات كتيرة للناس اللي عايزة تنهل منه. فجاب لي بقى بعض الكلمات وقال لي ده الاصل الاوزبكي، اهي الكلمة دي اوزبكي يعني، قعدنا ايه نتناقش فيها. المهم، فدكتور علمه غزير، بس هو عشان اوزبكي بيدرس اللغه الاوزبكيه وعنده كده، بس عنده تاريخ غزير في حاجات تانية خاصه بالحضاره والثقافه غير اللغه.
فكنا نقعد، وانا وحد كمان ما كانش انترستد قوي في اللغه الاوزبكيه، بس كان انترستد في المواضيع اللي بيتكلمها هذا الدكتور، لانه كان بيجيد برضو اللغه العربيه كويس. طيب نيجي، كان اللغه الازاريه، كان اللي بيدرسها واحده هانم، كانت دكتوره فخر، على اتذكر كان اسمها فخره، فخر الدين ولا فخر، بس كان برضو عندها علم غزير في السياسه الدوليه. شخصيات تقيلة، تحس ان يعني بعض الاحيان بقول الناس دي في دولها اكيد يا اما هم تقال بالفعل يا اما مش مقدرينهم، ناس علم غزير ورؤية ووجهات نظر عميقة جدا، ويا ريتني انا نادم ان انا ما قعدتش مع الناس دي كتير. النموذج الثالث كان هي حاجة كوميدية شوية اكتر، كان في دكتور اللي بيدي الاردو، كان اسمه دكتور عزير، ف كان لطيف وظريف كده زي اي حد باكستاني او هندي من باكستان او الهند، يعني الشعب ده كان اصلا المفروض واحد زمان، يعني بنجلاديش وباكستان والهند كانت هي شبه الجزيره الهنديه، كانت منطقه بلد واحد وتقسمت كده للاسف. المهم كان الراجل يعني ايه، اما يلاقي حد مش مركز في المحاضره فيقول له انت، يقول له ايوه نعم، قول انا حمار بالأردن. فكان الراجل دمه خفيف وفي نفس الوقت يعني ستريكت وطيب، يعني ثلاث حاجات في نفس الوقت. فكان كنت برضو ايه، يعني اللغة اما انت تحبها تبدأ تاخد منها كلمات وتركب عليها معاني مصرية، يعني عارف انت مثلا زي ما واحد عايز ينكت يعني، فيقول لك مثلا على كتب الكتاب، عندنا كتب الكتاب اللي هو عقد القران يعني في مصر، فعايز يقلبها انجليزي يقول لك عملت رايت بوك، يعني حبا في اللغه الانجليزيه او بيقلش عليها ايا كان. فكان عندي اللغه الاردو بحبها وما بحبهاش، وكنت احب الدكتور ده على فكره. فكان في مره كده اقتبست بعض الكلمات منها، مثلا كهانا روتي، كهانا اللي هو الاكل فعل كهانا، وروتي اللي هو الخبز، فكنت بقول ايه ده، يعني بقول لزملائي يعني اتعلم اللغة لان دي هتبقى اكل عيشك في المستقبل. يعني فاللي هو كهانا روكي، فبقول له ده هيبقى اكل عيشك، الاردو ده اردو، هو المفروض اردو اسمه اردو، اردو ده لغة في باكستان وبعض الناس في افغانستان بيستخدموها، ولكن اللغة الاغلب في افغانستان ناس كتير عارفين هي لغة الباشتو، واللغة الهندية هي اللغة السائدة في الهند مش الاردو. الأردو يعني دي يقال إن هي أو المفروض إن هي من اللغات اللي هي إفرازات أو نتائج الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الهندية، فنتج عنها لغة الأردو اللي هي فيها كلمات كتير عربي. على سبيل المثال وأشهر الأمثلة هي كلمة طالب علم، الطلبة اسموش طالب، اسمه طالب علم، وبتتكتب طالب علم كلمة على بعضها، لأن أنتوا عارفين لغة الأردو بتتكتب بالحروف العربية. فكان ليا تاريخ مع لغة الأردو وهذا الدكتور الطيب، ربنا يكرمه إذا كان عايش ويرحمه إذا كان توفي. المهم، فأي دكتور، والدكتور ده على فكرة كان صاحب علم برضه، يعني ما انساش فضله، وعنده خلفية وعنده كتب غزيرة من طيبته، كان بيدي الكتاب يسلفه للطالب عشان يصوره ما يرجعلوش إلا بعد 3 شهور، أو يقول لي أنا مش فاكر مين استلفه وأنا ما أحتاجه. يعني كان راجل طيب جدا لدرجة ان الطلبة كانت تاخد الكتاب ما ترجعوش منه، كان بيسلف الكتب بتاعته يعني. وخصوصا ان كان كتب الاردو هتلاقيها فين في العالم اصلا، صعب مش موجودة، فكان بيجيبها هو من الهند او هو عنده مكتبته الخاصة. الدكاترة اللي هم الاجانب اللي بيجوا مبعوثين في مصر علشان، او مثلا اي دولة مش بس مصر، عشان يدرس فبيجيب مكتبته طبعا، فبيبقى عبء كبير جدا حتة المكتبات دي. فأنا كنت كن كله دكتور أقول له، يعني مش أقول له، يعني أحاول أعرف مكتبته الكتب الأساسية إيه أو المراجع الأساسية، ناهيك عن كتبه هو شخصيا، فكنت باخد نسخ أو أعرف الكتاب اسمه إيه وأروح أشتريه أو أعمل له أوردر وكده عشان يبقى معايا نسخ. فكل جامعة أو كل دكتور احتكيت بيه عندي هو وصلي مثلا بكتابين، وعنده كتابين هو عاملهم. فالمهم يعني كل دكتور على الأقل فيه 4 كتب منه. فكنت أجي أسافر، يعني أحيانا السفرات الكبيرة بقى عزال وكده، الكتب كانت بتبقى عبء عليا. يعني أنا مش عايز أقول لكم
يعني قد ايه كان عبء كبير ليا ان انا اجيب الكتب دي من تركيا لروسيا، ومن قبل كده ان انا اجيبها اصلا من مصر، لان كان في جزء موجود في مصر وجزء موجود في تركيا، فعشان اجيب الكتب دي من مصر لتركيا وزن كبير، قصدي يعني حاجة كده، يعني انا اتذكر الوزن اللي اتاخد من تركيا كتب بس من اسطنبول لموسكو شحنت اكتر من 180 كيلو، 187 كيلو كتب فقط. فلك ان تتخيل يعني، انت لو قلنا 400 كتاب، يعني كل كتاب مثلا لو قلنا 500 جرام يبقى كده عندك 200 كيلو تقريبا، يعني هو تقريبا كان 400 كتاب. وانا في حاجات يعني اديتها الناس، يعني انا ماشي حتى مش كل الكتب خدتها، اضف الى ذلك الدفاتر بقى والكشاكيل او الحاجات اللي بدون فيها حاجتي الخاصة. فحلقة النهاردة هي ببساطة شديدة ان ازاي ان انت يبقى ليك وجهة نظر من اللي انت بتستقيه من الدكاترة. في ناس يقول لك انا ما عنديش فكرة، ما عنديش وجهة نظر اصلا. فما هو انت ما تتكلم مع اهل العلم هيبقى ليك وجهة نظر، مش واحدة، وجهات نظر في كل الموضوعات. في ناس مثلا اللي هو بيتابع اليوتيوب يقول لك انا عندي الاف الدكاترة بيتكلموا على اليوتيوب، ايه اللي يخليني اروح اتابع حد ولا اقعد جنبه على قديمه بقى، اللي هو تقعد مع الدكتور في غرفة الدكاترة وتتكلم معاه وإذا رضي يقابلني، بينما اليوتيوب مفتوح وفيه كل الناس ونتكلم ونسمع زي ما احنا عايزين. أقول لك أنت صح، أه على اليوتيوب في حاجات كتير، ولكن أنا مش فوجئت، أنا متأكد وتأكدت بنفسي إن الخطاب اللي بيقوله دكتور الجامعة أو العالم على التلفزيون مش عارف ليه بيبقى مغاير من الغرف المغلقة. مش بتكلم على أمور سياسية أو اقتصادية يخاف يتكلم عليها، على العالم مثلا لا يحاسب، لا، بتبقى الأمور حتى في العلمية دايما الدكاترة عندهم حتة كبرياء كده ما بيقدروش يتخلصوا منها، إن المعلومة اللي عنده ما بيديهاش مجانا. اتعلم إن أنا في الكلاس بتاع أو الكلاس روم اللي بدرس فيها دي كأنها غرفة عمليات سرية يعني، واللي بقوله حتى بحساب ان انا في غرفة العمليات اللي انا فيها دي بيدفعوا لي فلوس عشان اقول المعلومة دي والمعلومة دي بس. فبيبقى احيانا، مش احيانا، دكاترة كتير تحس انه بخيل في المعلومة. لو انت بتحب العلم هتلاقي تحس ان الاحساس ده، لكن لو انت عايز المادة اللي تنجح بيها فقط هتقول الدكتور ده صدعني، ده حتى مديني يعني معلومات زيادة انا مش عايزها اصلا. فانت هين عليك تقول له قول لي السؤالين والاجابات اللي انا هجاوب بيهم الامتحان وباي باي، مش عايز منك حاجة ما توجعش دماغي. لكن الناس اللي هي حابة العلم بيبقى نفسه يقول له لا انا عايز اعرف الخلفيه مثلا بتاعت اتفاقيه كذا، يقول له يا عم روح اقرا مرجع ولا بتاع. الدكتور مش عايز يدي تفاصيل رغم انه عنده وعارف الكتب وعنده المراجع، ولكن يقول لك المرجع الفلاني روح انت اقراه، لكن ما يحكيلكش. انت ممكن تقرا المرجع وتلاقيه بيشير لاشياء، الاشياء دي انت ما تعرفهاش، وعشان تعرفها محتاج كتاب تاني بيوصف الاتفاقيات دي. طبعا في عهد الدولة العثمانية ومع أوروبا كان في اتفاقيات كتيرة مع أطراف أوروبية، الاتفاقيات دي وراها سجلات من أيام الدولة العثمانية، سجلات للمباحثات رايح وجاي ومحاضر، الحاجات دي كلها لو قريتها يعني في ناس شابت علشان توصل للمعلومات دي اللي هي موجودة أصلا في الأرشيف عادي، بس عشان ياخد إذن وتصريح إنه يشوفها، لأن كان في بيروقراطية كبيرة جدا في سواء في اوروبا ولا حتى في تركيا في الثمانينات وفي التسعينيات. بعد كام ما بعد سور برلين الدنيا بدأ في اتفاقيات جديده لعرض المواد الارشيفيه، وان التصاريح بتاعتها بقت اسهل جدا وما بقتش للمواطنين فقط، لا انت ممكن اي حد اجنبي، اي واحد صحفي اجنبي يقول لهم انا عايز بس اعمل بحث كذا ومحتاج الارشيف الفلاني، فيطلعك على الارشيف وخلاص. او واحيانا كان يصور لك الاوراق اللي انت عايزه، كان بحد اقصى مثلا في الارشيف العثماني كان بحد اقصى اعتقد 45 ورقه، مش عارف ليه 45 ورقه بالذات، يعني يقول لك ده نصورهم لك الباقي بقى اقعد اقراه، وما كانش ينفع تصوره وبتاع. لذلك جبت اختراع كده، كان ايامها اختراع يعني، اللي هي الهاند سكانر، بس كانت طويله كده وبتاع، فاقول للموظف انا هسكان الحاجات دي بقى، قال لي ممنوع التصوير، قلت له مش تصوير ده سكانر، قال لي طب وريني بتشتغل ازاي، قال لي مش هتبوظ الاضاءه دي ما تبوظش الوثيقه، قلت له لا ده سكان ضوئي يعني مش، قال لي طب نجرب، قعدنا نعمل كده وهو قعد بقى يبحث بالبتاع ان هي بتضر الورق ولا لا، وكانش ما كانش موافق، بس في الاخر خدت سكان فعلا للورق اللي هو، لان احنا متصرح لنا بتصوير بعدد معين. زي مثلا كان في روسيا برضو
ما في الارشيف تتر السام في كازان في بعض الحاجات انا عايز منها نسخ مكتوبة بالخط العربي القديم، فبرضه يقول لك اقصى حاجة 20 ورقة وتبقى مشترك في المكتبة. اشتركت في المكتبة وخدت ال20 ورقة وجبت واحد صاحبي بتاع يشترك في المكتبة عشان ياخد 20 ورقة تانيين عشان كتاب 180 ورقة، فبس انا كنت عايز منه يعني ال40 ورقة دول. برضه الارشيف بتاع قرم التتار ده كان اعتقد ممكن اصور اي عدد، بس ما كانش خدمة التصوير موجودة وقت انا كنت موجود، فقعدت برضو عملت اختراع كده، قالوا لي ممنوع التصوير مع الكاميرا ما ينفعش تصور، فعملت اختراع كده ان هو جبت اللابتوب بتاعي وما كانش معايا وسيلة تانية، يعني اللابتوب فيه كاميرا فحطيت قدامه الكتاب وصورت لقطات كده ايه للكتاب. فالموظفة قالت لي يعني معرفش صح ولا لا، بس يعني اعمل اللي انت عايزه، يعني ما ده الكتاب معاك لمدة حتى ليك وقت تشترك في المكتبة او في الارشيف او كده وتقعد تاخد الكتب اللي ليك. اقصى حاجة كان في اليوم 4 كتب ليك استعارة كتاب واحد، يعني ممكن استعيره اصلا واصوره بره، بس يعني ما اعرفش ايه نظريتهم ان هو التصوير عندهم لازم يبقى من عندهم. المهم يعني فبيديك حتى الكتاب، النسخة اللي بيديها لك بتبقى تحس انها نسخة جديدة يعني او كده وناقصة اوراق، يعني مش كل الاوراق موجودة معرفش ليه، يعني كتاب كان قد كده يمكن نفش مع الوقت. قلت لهم طب انا عايز استعيره، قالوا لي ده ليه استعارة، اه لان مش كل الكتب ليها استعارة، قال ده ليه استعارة وادوني، قالوا لي دي النسخة بتاعت الاستعارة، فلقيتها رفيعة تقريبا نص، فقلت لهم ده كل الصفحات، قالوا لي اه، فبعد كده بقول بس ده قد ده، قالوا لي اه في اوراق مش موجودة. قصة كبيرة حتة إن أنت تبحث ورا الكلام ده، لكن الدكتور بيديك الخلاصة إن هو قرا كل الكلام ده، عينه بقى والنضارة اللي قد كده دي من إيه؟ ما هو من كتر القراية وتمقيق العين علشان يوصل للمعلومة، حب العلم وممكن حب الدرجة العلمية اللي هو عايز يوصل لها. أنا بفضل الله يعني حب الاطلاع أو حب قراءة أو تتبع الأخبار وإن أنا أشوف الأرشيفات بتاعت القوميات المختلفة، ما كانش بغرض درجة علمية بقدر ما هو شوق داخلي لأن أنا يعني أعرب كده بالتاريخ لورا وأشوف فترة القرن ال14 وال15 وال16 كان وضعهم إيه في المنطقة الشرقية اللي هي إيران وأفغانستان وباكستان والمنطقة الجنوبية يعني كازاخستان وأرينبورغ، منطقة أرينبورغ وتشوفاشيا وأودمورتيا وباشكيريا، الشعوب الشرقية دي كلها. أنا أول مرة أقول لكم المعلومة دي يعني أو المعلومات دي، بس يعني يمكن أكون قلتها في حلقة سابقة إن أنا كنت مهتم ودارس للحضارات الشرقية أو الحضارة مش الشرقية مش الشرق الأقصى، لا الشرق اللي هو المناطق اللي بقول لكم عليها دي، لا إيران وباكستان وتشوباشيا وكازاخستان وأوزبكستان أقاليم التركستان كلها، لأن لغتهم واحدة وحضارتهم متشابهة والشعوب اللي عدت عليهم او القوميات او الشعوب اللي اجتاحت اراضيهم كمغول او غيره تقريبا واحده وكان ظروفهم متشابهه الى حد كبير. المهم حلقتي خلصت، يا رب يكون المعلومه اللي قلت لكم النهارده نافعه. اسف اذا كنت اطلت في الدردشه، ولكن لعله خير، لعله يفيدك، لعله يحفزك، لعله يكون حسنة ليا وليك بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.